يوميا نظر عيني ترى. يقول لي 10 سنوات 16 سنة كل 10 أيام أمي تمشي اللي بطني بيدها. الله يكرمكم. هذا الداعي عبد الله بن نعمة. عبد الله تزوج قبل سنة وأقل أو أكثر ببسيط، بيني وبينه اتصالات. قلت عبد الله معليش تزوجت وانت تعبان؟ قال تزوجت بر في أمي، أمي لمتى تشيني وتقلبني؟ مشروع شل الكامل وهو داعي إلى الله. نحسب والله حسيب ولا نزكي على الله أحد. شوفوا الأم شو تسوي وحنا وش نجازيهم؟ نجازيهم بأف؟ ليتها أف، ربنا نهانا عن أف. جمل مفيدة نقول. أحد الأقارب عقيد في دارة مكافحة المخدرات في جدة، يقول جات قضية في بحرة، فطلبوا لابد حضور عضو من مكافحة المخدرات لأن في شاب متوفي محروق. هذا الشاب دخل على بيتهم، شافت أمه فقالت ولدي أنت لين متى على هذا الحال؟ أثرت فيها الكلمة، دخل سكب على نفسه بنزين ولع بنفسه نار انتحر. دخلت عليه أمه شفته مولع نار، ايش سوت؟ دقت على الهلال الاحمر، دقت على الدفاع المدني، اول جيران صارخت والله ضمته مولع نار. ولسان حاله يقول نموت مع بعضنا او نعيش مع بعضنا. الولد مات في الحال. الام استأصلوا لها جميع الواجهة، كانت هي حروق من الدرجة الثالثة وتوفت في احد مستشفيات مكة رحمة الله عليها. هذه أم. أنت وأنا الآن جينا هنا، هل أمك راضية عنك؟ هل أبوك راضي عنك؟ لا يجي يوم من الأيام تتمنى ريحتهم، مو هم لا، تتمنى تشوف الأرض اللي كان فيها أبوك، الأرض اللي كانت فيها أمك. هي رسالة جاية اليوم بكرة بعده جاية لابد أنك تتقبلها. أخوي وأخوك ما يقدر يوصلها، أبوي ممكن لكن ما يقدر، يمكن خالك أو المطوع اللي عندكم في الحي. راح يجي يوم من الأيام يقول لك يا فلان أمك ماتت، يا فلان أمك ماتت، هل عندك قدرة تستقبل الكلمة هذه؟ هل قدمت شيء لهم؟ هل في بر بينك وبينهم؟ هل يدعو لك يا رب اصلح وهديه، او يا رب لا ترده اذا خرج؟ انت اختار لنفسك الدعوات اما من اعمالك وافعالك. فاحمد الله على والديك، احمد الله على امك وابوك، وشوف من يتمنى والدين.